في الفيديو ده هنتعرف على جهاز بيستخدموه في الالكتريك سيركت في الدائرة الكهربية. الجهاز ده اسمه ريوستات. What is the rheostat؟ واحيانا بيسموه variable resistor rheostat or variable resistor. احنا عرفنا ان الريزيستنس في نوعين, two types of resistance, fixed resistance or variable resistance. ال variable resistance دي resistance احنا ممكن عن طريقها control the electric current intensity and the potential difference between two points in the electric circuit. طيب مين اللي هيخليني اقدر اتحكم في ال electric current intensity وال potential difference؟ الجهاز اللي هنشرحه النهاردة اللي هو اللي اسمه rheostat او variable resistor. طيب مبدئيا كده, what is the function of the rheostat? It is used to control or change the electric current intensity and the potential difference. طبعا هو في الاساس to change or to control the electric resistance, بس الهدف بتاعنا مش ان نتحكم في resistance قد ما الهدف ان انا اتحكم في قوة او شدة التيار. يبقى to control or to change the electric current intensity اللي هي شدة التيار الكهربي and the potential difference between two points. طيب تعال بقى نشوف مع بعض what is the structure of the variable resistor, what is the structure of variable resistor أو rheostat. زي ما شايفين في الصورة عندنا copper wire coiled around insulated cylinder. Copper wire سلك نحاس, coiled ملفوف around insulated cylinder, يعني حوالين اسطوانة معزولة. الاسطوانة دي طبعا او السلندر دي may be made of plastic or made of ceramic, made of porcelain, المهم تكون مادة bad conductor of electricity. عندنا كمان copper rod قديم من النحاس, fixed on it, متثبت عليه سلايدر. سلايدر ده الفكرة او ده الجزء اللي هنتحكم من خلاله في الالكتريك كارنت انتنسي او length of the wire. يعني ايه length of the wire؟ أصل الفكرة الاساسية هنقولها دلوقتي في فكرة تشغيله. How does it work؟ ايه حكاية سلايدر ده؟ سلايدر by moving the slider left or right, by moving the slider left or right, we can change the length of the wire. لما بنحرك سلايدر, سلايدر ده قطعة معدنية, بنحركه يمين أو شمال, إحنا بنتحكم في طول السلك. طيب هل ده يفرق؟ طبعا مع الإلكتريك كارنت كل ما بنمشي مسافات أطول فأسلاك أطول أكيد الإلكتريك كارنت بيضعف, ما إحنا كده بنتعبه خلاص, فالإلكتريك ريزيستنس أو التعب بتاع الإلكتريك كارنت بيزيد, وبالتالي الإلكتريك كارنت انتنسيتي will potential difference decreases. يبقى by moving the slider left or right we change the length of the copper wire, then we change the electric resistance, finally we can control the electric current intensity and the potential difference. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نجرب كده rheostat. عايزين نشوف مع بعض how does it work practically, عمليا تعال نشوف بيشتغل ازاي. بس مبدئيا كده خليك عارف ان اي جهاز عندك في البيت انت ممكن control it, تتحكم فيه, تتحكم في سرعاته, تتحكم في كمية الكهرباء اللي داخله فيه. اعرف ان في variable resistance او variable resistor, المروحة احنا ممكن نتحكم في سرعات المروحة, السبيكر احنا ممكن نتحكم في قوة الصوت عن طريق الكارنت اللي داخل او الالكتريك كارنت انتنسيتي نفسها. في سلك احنا بنطول السلك وبنقصر سلك او بنزود عدد اللفات وبنقلل عدد اللفات. طبعا احنا الكلام ده ما بنشوفوش لان الديزاين نفسه بتاع الريزيستنس بيبقى مستخبي, احنا مش شايفينه, احنا كل اللي بنشوفه الزرار نفسه اللي بنتحكم فيه في الاجهزه دي. لكن مبدئيا تعالوا نشوف اكسبيرمنت بسيطه نعملها مع بعض تورينا ازاي الريوستات ده بيشتغل. هنبدا الاكسبيرمنت باور سبلاي, مصدر للكهرباء طبعا. عندنا الكتريك لامب, كونكتنج وايرز, وريوستات او الفاريبل ريزيستور.
احنا كده وصلنا الباور سبلاي بالريوستات بالالكتريك لامب، عملنا كلوزد او كومبليت الكتريك سيركت. دلوقتي الكتريك سيركت كامله، شغلنا الباور سبلاي، فشايفين الالكتريك لامب لايتس اب، بقى عندي كلوزد الكتريك سيركت. الباور سبلاي سورس اوف الكتريستي، اعاده الكتريستي للريوستات، من الريوستات خرج الالكتريك كارنت على الالكتريك لامب. طبعا دي كلها زي ما شايفين كويلز او لفات السلك، سلك النحاس، ومن فوق خالص الجزء الاسود ده اللي هو السلايدر هنبدا نحركه دلوقتي. ركزوا معايا بقى في الاضاءه بتاعت اللمبه، لما بدانا نحرك السلايدر بدات الاضاءه تزيد وتقل، احنا حركنا السلايدر فاللايت انتنسي قوه الاضاءه ديكريزز قلت، لان احنا كده زودنا اللفات، زودنا عدد اللفات number of coils يعني length of the wire increases، فاحنا تعبنا الالكتريك كارنت فبقى ضعيف. رجعنا تاني الريوستات او السلايدر، قللنا عدد اللفات فبالتالي light intensity increase. الفكرة كلها ببساطة by moving the slider، بنحرك slider left or right، left or right، فبالتالي we change the number of coils، coils اللي هي لفات السلك، change the length of the copper wire، ال copper wire ده اللي هو هيمشي فيه او يتحرك فيه مين، electric current او electrons، so we can change or we can control the current intensity. عرفنا منين؟ واضح جدا من light intensity قوة الإضاءة. كده اللمبة خلاص يعني طفت مفيش خالص، رجعت نورت تاني، فاحنا بنطول سلك ونقصر سلك او بنزود لفات ونقلل عدد اللفات. لو شفنا الريوستات بقى قربناها كده من الكاميرا شويه عشان نشوف هو الاستراكشر بتاعه بوضوح شويه، ادي دي الكويلز، دي اللفات، ده عباره عن كابر واير واضح انه ملفوف لفات كتير جدا، ومن فوق خالص واضح ان في سلايدر اهو بيتحرك وهو في نفس الوقت تاتشنج ذا كابر واير، يعني لازم السلايدر يكون تاتشنج ذا كابر واير ديورينج موفمنت ثرو ذا كابر رود. كده بعد ما اتعرفنا على الريوستات عرفنا what is a rheostat, how does it work, what is the structure of the rheostat. خلينا نشوف بقى في الاخر خالص relation كده بسيطة، what is the relationship between the electric resistance, electric current intensity and the potential difference. من اللي احنا شفناه واضح ان ال resistance عكس ال current intensity وعكس ال potential difference. مبدئين كده there is a direct relationship, direct relationship في علاقة طردية between electric current intensity and the potential difference. يعني حط في اعتبارك ان when the potential difference between two points increases the electric current intensity increase. خلاص دي اركنها على جنب. Number two، الاتنين دول لو current intensity and the potential difference في بينهم وبين electric resistance inverse relationship. يبقى there is an inverse relationship between the electric resistance and potential difference and the electric current intensity. Resistance تزيد، current intensity و potential difference تقل، والعكس صحيح. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالريوستات، عرفنا كل حاجة عن الريوستات. اي حاجة غامضة مش واضحة، اي استفسار، اي تعليقات خاصة بالريوستات او بالجزء ده، ممكن حضرتك تكتبها لي في الكومنتس اللي بعد الفيديو، وانا هحاول بقدر الامكان اي استفسار او اي سؤال ليكو انا هجاوب عليه.